قل أنا من رجال الأمن ولله الحمد، وسؤالي يقول: هل يجوز لنا قتل هؤلاء الفئة التي قامت بالأعمال الإرهابية؟ وهناك من يقول هذه فتنة ولا يجوز قتلهم لأنهم مسلمين. هذا كلام باطل، اللي يقول لا يجوز قتلهم هذا كلام باطل، وربما أنه منهم أو متعاطف معهم. الذي ما يندفع شره إلا بالقتل يقتل، إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلون دفعاً لشرهم. ولهم شرهم عليكم فقط، على رجال الأمن فقط، بل شرهم على المجتمع كله. فهؤلاء إذا قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجب قتلهم. أما إن استسلموا ولم يشهروا السلاح واستسلموا فلا يجوز قتلهم، بل يقدمون للمحاكمة والنظر في أمرهم. لكن إذا شهروا السلاح فإنه يجب قتلهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وجاء في الصائل أنه إذا لم يندفع إلا في القتل فإنه يقتل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هؤلاء الذين يخذلون ويشجعون هؤلاء الخوارج ويدافعون عنهم، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. إن كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون، وإن كان عندهم علم وخالفوا العلم فهم على خطر عظيم، أن يشاركوهم في الإثم ويشاركوهم في، لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم شاركوهم في الإثم ولو لم يشاركوهم في الفعل، شاركوهم في النية وبرروا فعلهم، فيكون حكمهم حكمهم. نعم.